اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنبتدي مجموعه حلقات كده نتكلم فيهم، هنعمل وجبات خفيفه وفي نفس الوقت هنتكلم عن الديتوكسينج او المشروبات المطهره. ده نظام كويس جدا، انظمه الغذائيه او لازم نستخدمه كاداه عشان نظبط الوزن ونطهر جسمنا من السموم ونتخلص من دهون الزياده. واهم حاجه ان احنا لازم نتبع النظام ده يعني بصفه يوميه، حوالي 3 مرات نشرب من المشروب ده، لان العصاير من الحاجات اللي بتخلص الجسم من السموم وبتقوي جهاز المناعه وبتخلص الجسم من الدهون برضو، ودي حاجه مهمه جدا. طيب هنتكلم بقى هنعمل ايه النهارده. هنعمل تفاح مشوي بزبده الفول السوداني. طيب زبده الفول السوداني تقيلة وممكن تتخننا او كده، ازاي؟ لا، عايزة اقول لكم على حاجة. احنا ممكن، هي بس فيها شوية مية فعايزة انشفهم عشان ما تغلبنيش وانا ايه بضرب الفول. احنا عايزين ندخل فايدة المكسرات في النظام الغذائي بتاعنا، بس الفكرة عندنا احنا مبدئيا متكلمين ان هو لا للحرمان ومش هنحرم نفسنا من حاجة، بس هناكلها ازاي وبكميات ايه، هي دي اللي بتفرق. هنحط هنا نقطة زيت. انا ليه بعمل كده؟ انا دايما بحط نقطة زيت في الكبة عشان لما اجي اطحن حاجة ما تغلبنيش وتقعد تلزق، نقطة صغيرة كده، وخصوصا الحاجات اللي هي لما تضرب جامد ممكن تلزق. وهمسح كويس قوي 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 قوي. ونحط هنا الفول السوداني، بسم الله، حوالي كوبايه. فيبقى حلو قوي، من الحلو قوي ان احنا ندخل حاجه احنا بنحبها، بس احنا بنلعب في الكمية، بنلعب ان احنا هنعملها ازاي وهنطبخها ازاي، هي دي اللي تفرق قوي. دلوقتي هنضرب الفول من هنضرب السوداني من غير اي حاجة خالص. هنضربه من غير اي حاجة، وبعدين هننزل شوية زيت صغيرين ونبتدي نشوف الخليط ماشي ازاي. واخر حاجة هنحط معلقة عسل، مش هنكتر عن كده. هنضرب، انا عايزه اتاكد ان السوداني هيطحن كويس جدا الاول قبل ما ندخل بالزيت او بالعسل. ابتدى ينعم ازاي، هنعمه كمان عن تمام كده. هو كده ايه بيقول لي، دخلي لي حاجه كمان تساعدني ان انا الف عن كده. هنبتدي بالراحه، بس نحرك. ريحه السوداني حلوه قوي يا جماعه، جميله خالص يعني. لا هو سوداني احنا جايبينه من عند سوداني. هو التحميص ده من اللي بيحمصوه بملح وكده، اللي بيجيب من الاسوان ده، واللي في بيحمصوه كمان تحت الرمله. ماشي، هنحط شوية زيت، حوالي معلقة، ونضرب تاني ونقفل ونكرر عملية. ما يعني مش بستخدمها يعني وتعصلك كده. نضرب ضربة، اهي
هجيب اهي معايا، بدأت تجيب معايا اهي كده، حلو قوي. ممكن دلوقتي ادخل بقى معلقة عسل، مش هكتر عن معلقة، ما كتروش عن معلقة، نحط كده ونقفل. قفلتها بسرعة. ونضرب تاني. اهم حاجة عندي ان هي تضرب كويس جدا، وكفاية كده عشان ايه. خلاص هنجيب هنا زبدة الفول السوداني، ونجيب سباتيلا. يبقى احنا هنا سوداني، كوباية سوداني ضربناها كويس جدا في الخلاط، وبعد ما ضربناها كويس حطينا عليها معلقة من الزيت وضربناها برضو كويس، ابتدت تتجانس معايا، وبعدين ضفت لها معلقة من العسل الأبيض، وبقى كده عندنا أحلى زبدة فول سوداني من إيدينا إحنا، من إيد ست البيت. دي الخطوة الثانية، وهنخلي ده على جنب. نبتدي دلوقتي نقطع في التفاح، حطه هنا. انا التفاح عايزة اعمله بشكل دائري بشرايح سميكة شوية عشان اشويه. بسم الله اهي، مش هشيل القلب ومش هشيل اي حاجة، هي حلوة قوي ان هي تتاكل كده. هنعمل تفاح مشوي بزبدة الفول السوداني والقرفة، فأهم حاجة ان احنا عملنا زبدة الفول السوداني، وبعدين ما اشتريناهاش من بره، ودي اهم نقطة. ان احنا من اهم الحاجات بالنسبة لي برضو في البرنامج ان احنا نعتمد ان احنا نجيب الحاجة ونعملها، ان احنا مش كل حاجة نجيبها، لا احنا ممكن كمان في حاجات نحاول ان لو بسيطة وسهلة نعملها في البيت وموفرة. حاضر. وبكده خلاص هنا هيزيد الفول السوداني، عايزة يعني ايه ضربة كمان. لا عايزة تضرب ضربة كمان. لا هغسل بس السكينة. وبكده خلصنا خلاص التفاح. ممكن دلوقتي زبدة الفول السوداني محتاجة بس تطرى سنة كمان عشان ندهن بيها، هي كده قوامها سميك قوي بالنسبة لي. هرجعها هنا، مش هحطها يعني ايه كلها، مش اوكي. ممكن نحط دول هنا ونخلي دي اتلخمت. اتلخمت، ضربت لخمة. حط شوية زيت هنا ونقفل على طول. بسم الله. عايزة بس اتأكد من القوام بتاعها. حاضر، بس عايزة معلقة اهي. لا عايزه اطريها سنه كمان، شويه زيت كمان. لا طبعا ميه ايه.
بس زيت الزيتون هيبقى طعمه، لو حابين تحطوا زيت زيتون بس هيبقى طعمه بالظبط، هو ده القوام اللي انا عايزه اوصله. خليها هنا، هو ده كده. وبالشكل ده هنطلع على طول الجريل ونحطها على النار. وهنا بقى هنعمل ايه؟ هقول لكم. هنجيب التفاح ده، شرايح التفاح نحطها كده بالشكل ده، ونجيب قرفة نحط هنا. انا عايزة بس ادهن الجريل الاول زيت، طيب ايه رأيكم نطلع فاصل وبعد الفاصل نعمل التفاح بتفاصيله مع بعض؟ استنوني.